أنا فاطمة، بنت فلاح. مسار حياتي تبدل، كل من اللي خديت الإجازة. بداية كانت ملي واحد التعاونية في المنطقة ديالنا فتحت لي البيبان ديالها. كنت كنظن أنها غير مرحلة. الساعة كانت هي انطلاقة، والقصة ترويها لكم يد الفلاح. تيتوان، دوار مشروحة جماعة الزيتون تحديدا، كتعتبر سلسلة النباتات الطبية والعطرية من أهم السلاسل نظرا للتنوع البيولوجي والنباتي بالمنطقة. كيشغل هذا القطاع حوالي 200 شخص، ومن بينهم 150 مرأة. فاطمة كرمون واحدة منهم، دخلت المجال كطالبة وصبحت رئيسة تعاونية. قصة مشوقة غترويها لنا يد الفلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام اخت فاتحة، لاباس بخير؟ كلشي بخير. مرحبا، نور طيب. هذا كلشي بخير، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. هاد المنتجات المجاريه كلهم طبيعيه. اجي نوريك اختي فاتحة الاعشاب اللي كنعتمدوا عليها، بحال الازير. ها هو، شوف هذا هو الازير. هنا كتيبسو، كنيبسو هنا، كندخلوه كنقيوه، ندخلوه للسيشوار كيتيبس، وصافي ديك الساعه كيدوز المرحله ديال لومبالاج وتيكيطا حتى كيوصل هذا، كنوصلوه للمستهلك نقي مزيان، محافظ على الكولور ديالو. وبالنسبه للزيوت حتى هما كنعملوا حتى العمليه ديال التقطر. فاش كنعملوا العمليه ديال التقطر كيعطينا جوج ديال المنتوجات، بحال هذا الماء المقطر وكيعطينا الزيت الاساسيه. كلهم هذا الشيء كديروا داخل التعاون؟ كلهم كنعملوهم داخل التعاون. وبالنسبه للانتاج الحمد لله مزيان. الحمد لله العام الفايت كان مزيان، اما هذا العام شويه الانتاج قليل، وحتى المردوديه دابا فاش قطرنا ازيد كانت المردوديه شويه قليله، وما عرفناش شنو هو السبب. ان شاء الله هذا المشكل اللي عندك غيجي المستشار الفلاحي ويعطينا الحل. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيداير أسامة؟ لاباس عليك، كلشي بخير؟ ربي يخليك. أسامة خضري مستشار فلاحي من مركز الاستشارة الفلاحية بن قريش، جا باش غيعطينا الحلول. فاطمة كرمون فلاحة من بين الفلاحات اللي كنخدموا معاهم في المنطقة، وكي كان كيستافدوا معنا في بعض التكوينات اللي كنقدموا لهم حول يعني المسار التقني ديال الزراعه ديال النباتات الطبيه والعطريه. اسامه مؤخرا ولينا كنشوفوا الازير كيظهروا عليه بعد الوريقات ديالو كيصفاروا، ومع الوقت كيبسوا كيطيحوا. كذلك حتى السلميه كنلقاو فيها بعد الوريقات كنلقاو فيهم نقط في الكحل، وكاينين واحد الوريقات كنلقاو فيهم هذا بقع في البيض، وما عرفناش شنو هو المشكل. تظهر مع درجه الحراره ولا يعني كتكون عندك طيله السنه؟ لا، غير مؤخرا ولينا كنلقاو هذا المشكل. بالنسبه لك شنو هما الاحتمالات اللي ممكن يسببوا لنا في هذا؟ بالنسبه لديك الصوريه اللي كتجي في الوريقات ديال الازير، يقدر يكون يا اما واحد المرض بكتيري، شي بكتيريا هي اللي ضرباتها، ولا يقدر يكون شي مشكل من التربه. وبالنسبه لديك نقيطات البويض اللي في السلميه، هذا كيقدر يكون شي مرض فطري ولا شي حشره هي اللي كتهجم عليها وكدير لها ديك المشكل هذاك. وبالنسبه لديك الطبايع اللي هما كحل في الورق ديال السلميه، هذاك اكيد غادي يكون مرض فطري بحكم ان المنطقه معروفه بواحد درجه الرطوبه اللي هي عاليه. ان شاء الله غتعطينا الحلول من بعد التشخيص. مرحبا. بارك الله، كما كتلاحظوا هنايا هاد النباتات عندهم منظمين على شكل مغروسين في واحد المطيرات اللي هما صغار، وجاو على شكل مدرجات بحكم الطبيعه ديال المنطقه اللي هي جبل واللي فيها تضاريس صعيبه،
في الاول في البدايه كان صعيب اننا نلقاو واحد الارض اللي هي مواطيه باش نغرسوا فيها هذه النباتات، وبعد التكوينات اللي درناهم على حساب الطرق ديال كيفاش يزرعوا وكيفاش يديروا الاكتار ديال هذه النباتات داخل تعاونيه، الحمد لله اليوم كنشوفوا هذه المجهودات هذه والنتيجه بانهم استطاعوا يغرسوا واحد المساحه اللي هي مهمه ديال هذه النباتات هذه بحال الازير، السلميه، الزعتر، مرد الدوش والخزامه. وبالنسبه للسلميه كما كتلاحظوا هنايا ديك النقيطات بويض اللي كانت شارت ليهم الاخت فاطمه، فهذا راجع لواحد الحشره اللي هي صغيره كتاتاكي لنا هاد الوريقات هادو، وكتقوم بالامتصاص ديال العصاره وديك المواد المغذيه اللي كاينين في هاد الوريقه هادي حتى كتيبسها وكتموت. ونفس المشكل كيكون في حتى في الوريقات ديال الزعتر، لان علاش؟ حيت هاد الوريقات اللي هما رطب شويه وفيهم العصاره فكتفضل انها تهاجم عليهم وكتمتص المواد ديالهم المغذيه. بالنسبه لديك الطبايع اللي هما كحل في الوراق ديال الخزامه، فهاد المشكل هذا راجع لواحد المرض فطري اللي كيتسبب فيه العوامل المناخيه، ارتفاع درجه الحراره وكذلك ارتفاع النسبه ديال الرطوبه، فهاد العوامل هذه كتؤدي لنا الظهور ديال هاد المرض الفطري اللي كيكون في النباتات ديالنا غالبا من بدايه الفصل ديال الربيع حتى النهايه ديال فصل الصيف. كنشوفوا هنا كنلاحظوا هاد الازير اللي في هاد الجهه الحمد لله مزيان بصحه جيده، ولكن الجهه الاخرى هنايا ديك الصوريه ديال الوراق ديال الازير جايه اكيد واحد المشكل ديال التربه، لان النبته ديال الازير بالخصوص انها حساسه بزاف للماء، فبالتالي يعني هذا التراب اللي كاين هنا ما كيشربناش الماء وكيبقى الماء مجموع الفوق، وديك العروق كيتخنقوا هو اللي كيؤدي لهاد الصوريه هذه وكتيبس لنا النبته وكتموت. فاطمة، كونك بنت فلاح، واش من الصغر ديالك يعني كان عندك الميول لهاد النباتات العطرية؟ أنا واخا بنت فلاح كنت بعيدة على المجال ديال الفلاحة، قريت قرايتي وكان عندي طموح كنت باغا نوصل له. شنو هو الطموح اللي كان عندك؟ الطموح هو أنني كنت باغا نكون مارس المهنة ديال المحاماة. شنو هو المستوى الدراسي اللي وصلتي له؟ المستوى الدراسي هو كان عندي الإجازة في القانون العام، والظروف شخصية ما قدرتش نزيد نتبع الدراسة ديالي. بالإجازة حاولت مجموعة من المرات كنقدم في المباريات وداكشي، ولكن ما ساعدنيش الحظ. واش اللي خلاك ترجعي للفلاح؟ رجعت في الحقيقة صدفة، جاتني واحد الفرصة ديال الخدمة في واحد التعاونية فلاحية، كنت كنقوم بنشاط ديال التسويق المنتوجات الفلاحيه، جوزت تكوينات مجموعه من التكوينات في المجال الفلاحي حتى لقيت راسي فعلا في المجال الفلاحي. وكيف ما شفت بان الاخوات راه قلتي معظم ديالهم يعني مجازات وكاين اللي مازال طالبه في الكليه، من خلال التجربه ديالك شنو ممكن يعني كنصيحه ممكن تعطيها للشباب؟ النصيحه اللي نقدر نعطيها للشباب هو انه ما يستسلموش وما يوقفوش عند التكوين ديالهم، راه كاين افاق كاين ما يدار، غير خص العزيمه والاصرار والصبر. فاطمه كنحييك لان الحمد لله ما بقيتيش مربع يديك، عطيتي راسك فرصه والحمد لله انت توفقتي فيها، وكنتمنى لك التوفيق. كنظن ان المستشار فيلاح غيكون سلام من التشخيص، نمشيو نشوفوا الحلول اللي غادي يعطينا. يلا نمشي. يلا. أسامة، من بعد التشخيص شنو بالك؟ بالفعل ديك الصورية اللي كانت في ازير اللي شارت ليها الاخت فاطمه، هذاك المشكل جاي من التربه. خصك تعرفي غير نسبه الازير راها حساسه بزاف للماء، يعني مين كتسقيو نتوما زائد ديك الشتا اللي طاحت الماء بقى مجموع في التربه، وقع لنا واحد الاختناق ديال العروق هو اللي ادى ديك الصورية ديال الازير ويبسوا لنا الوراق. والحل اللي نقدر نقترح عليك تحيدي هذوك النباتات، وغادي نجيبوا شويه ديال الرمله ونخلطوها مع ديك التراب باش نحسنوا التركيبه ديال التربه اللي فيها، باش تولي كتشرب لنا الماء مزيان وما يبقاش عندنا هذا المشكل لان الماء كيتجمع لنا لتحت وكيخنق لنا العروق. بالنسبه للسلميه شنو؟ السلميه ديك النقطه بويض اللي كانت شارت ليهم، هذاك راجع لواحد الحشره صغيره
كتجي كتاتاكيها كتبيكيها وكتبقى تمص ديك المواد المغذيه والعصاره. غير بغيت نسولها واش كداوي واش كديروا شي ادويه ولا شي مكافحه ولا والو؟ لا والو، حنا كنتفاداو المواد الكيماويه، عمرنا داوينا الاعشاب ديالنا كلهم بصفه نهائيه. مزيان، كما كتعرفوا الخصوصيه ديال النباتات الطبيه والعطريه انها خصها تكون في المسار التقني ديالها كامل 100% طبيعي. تقدر تستعمل الخل الابيض، ديري غير واحد 100 مليلتر فيترو ديال الماء وترشي النباتات ديالك، يقضي تماما على ديك الحشره. اولا يمكن لك تستعملي الصابون البلدي، كتجيبي واحد ثلاثه المعلقات كبار وكتخلطيهم في فيترو ديال الماء دافي باش يذوب، وديك الساعه كتخلطي كترشي على ديك النباتات وكتقضي على ديك الحشرات، وهذا الشيء صالح بالنسبه للسلميه. وحتى الزعتر اللي قلتي فيه نفس المشكل. وهذا الصابون البلدي ما ياثرش عليه؟ يعني ماشي ماده اللي ممكن تاثر على الجوده ديال هاد النبات؟ لا لا بالعكس، الصابون البلدي راه منتوج طبيعي كنحصلوا عليه من البقايا ديال الزيتون. وطيب بالنسبه لهذوك البقع السوداء اللي فوق السلميه؟ هذيك البقع السوداء السبب الرئيسي ديالهم هو واحد المرض فطري. كما كتعرفوا حنايا هنا في المنطقه عندنا نسبه الرطوبه طالعه، ومع ارتفاع درجه الحراره راه يعني حاجه طبيعيه انه يضرب لنا هذا المرض هذا النباتات ديالنا. غادي تجيبي واحد العريش ديال النبات الحريقه وغادي ترقديه في الماء لمده واحد 48 ساعه يومين، وغادي تصفيه ومن بعد تبقى ترشي عليه على النباتات. يعني حتى هو فعال لا من ناحيه الوقايه، كتوقي النباتات ديالك من هذا المرض الفطري، لا من ناحيه ديال المكافحه، تقدر تستعمله لا بالنسبه للسلميه ولا بالنسبه للنباتات الاخرين. اذا الحمد لله الحلول بسيطه وطبيعيه 100%، ونتمنوا ان شاء الله ان هذه الضيعه ديالك تولي نموذجيه وما يبقى عندك فيها والو، والانتاج بطبيعه الحال غادي يكثر عندك ان شاء الله. ربي نحاول نطبق الحلول اللي عطاها لي الاستاذ، وشكرا بزاف استاذه. العفو. فاطمه، كي دازت نهارك مع يد الفلاح؟ اختي فاتحة الحمد لله ما كنتش كنتوقع انني غادي نستفاد بهذه الطريقة. بالنسبة للحلول اللي عطاهم لي الاخ اسامة هما حلول بساط، ان شاء الله ربي نحاول نطبقهم ابتداء من غدا. اختي فاتحة بغيت نقول لك بلي الفضل لهذا المستوى اللي وصلت له انا دابا حاليا بعد الله سبحانه وتعالى كيرجع كذلك للسي محمد رشيد الحايك اللي هو تبناني نهار فاش ساليت قرايتي ومشيت خدمت معاه في التعاونية ديالو كعاملة، والحمد لله دابا وصلت رئيسة. سي الحايك مرحبا بك معنا. مرحبا اختي فاتحة. الله يبارك فيك. واش فاطمة ملي دخلت عندك النهار الأول يعني كعاملة في التعاونية اللي كانت عندك، يعني كنتي كتنتظر ان في واحد النهار غتولي هي رئيسه التعاونيه؟ كانت اهل هذه المسؤوليه اللي عطيتيها؟ هذه المسؤوليه ولا سيما في هذا الضيعه ديال الاخ سانتيطوان، يعني منذ 2018 وهي شاده الطريق ديال واحد في حلي غادي نقولوا بالدارجه العاميه، كدير واحد 16 عسكري ونجحت فيه بامتياز. الكلمة الأخيرة ليك سي أسامة. الرسالة الأولى هي أنهم من يكونوا كيجنيو هاد النباتات ما يجنيوهاش من الجذور ديالها، ما يحيدوهاش من الجذور. ثاني حاجة أنهم يخليوها حتى دير النوارة ديالها وتطلق ديك الزريعة لأنها هي اللي كتجدد عاوتاني النمو ديالها. ما يقطفوهاش وهي صغيرة. تماما. نتمنى إن شاء الله نرجعوا عندكم بإذن الله. إن شاء الله. ودابا كنعرضوا عليكم واحد الكويس ديالها ثاني اللي مع الشب. هذا العشب ديال هنا الزبدة ديال هنا وكذلك الزيتون ديال هذه المنطقة وحتى العسل اللي هي هذه المنطقة. فاطمة بالنسبة لك شنو هو الطموح ديالك من هنا لقدام؟ الطموح ديالي من هنا لقدام هو حاول ندمج ما بين السياحه الجبليه والمنتوجات المجاليه، حيث اي سائح جا لهنا يقدر يرتاح يتمتع وفي نفس الوقت يدوز للتعاونيه ويتقدم المنتوجات المجاليه. كنتمنى لك التوفيق فاطمه، لان فعلا المنطقه كتستحق انها يكون عندها واحد الصيت على المستوى الوطني علاش العالمي، وان شاء الله نتلاقاو معك فرصه اخرى باذن الله. ان شاء الله. بهذا غنيه وحلقة اليوم، تلقوا إن شاء الله مع حلقة جديدة من يد الفلاح. نخليكم على خير.